إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. قال المؤلف شيخ عبد الله بن عبد الرحمن الفضل في كتابه المختصر اللطيف: ويحرم صوم العيدين. باب الصيام إلى قوله: ويحرم صوم العيدين وأيام التشريك، ويحرم صوم النصف الأخير من شعبان إلا لنذر أو قضاء أو كفارة أو ورد. فصل وشروط وجوب صوم رمضان: الإسلام والأكل والبلوغ والقدرة على الصوم، ويؤمر بها الصبي والصبية إذا أطاق لسبع سنين، ويضرب على تركها لعشر، ويجوز الفطر لمسافر سفرا طويلا مباحا. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على النور المبين سيدنا ولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، تقدم معنا شرط صحة الصوم، ثم تكلم المصنف على مسألة وهي أن الله سبحانه وتعالى تعبدنا بالصيام وتعبدنا بترك الصيام. فهناك أيام في العام حرم المولى سبحانه وتعالى علينا صيامها. ألا نعم، وهي خمسة أيام. قال: ويحرم صوم العيدين. حرام يأثم، ولا يصح، والصوم باطل، ويأثم والصيام باطل. ما هما العيدان؟ عيد الفطر وهو أول يوم في شوال، وعيد الأضحى وهو اليوم العاشر من ذي الحجة الحرام. مطلقا حرام. قالوا: علي قضاء. هل تعلي قضاء؟ قال: علي فاقد الهدي في مكة. حتى ولو فاقد الهدي يحرم صيام يوم عيد الأضحى. ألا عيد له عيد الأضحى. نعم، نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صيام يومين: يوم عيد الأضحى ويوم عيد الفطر. هذا كله مأخوذ من حديث النبي محمد صلى الله عليه وسلم. نعم، وكذلك ويحرم أيضا صوم أيام التشريق أو يوم منها ولو فاقد الهدي. ولو فاقد الهدي، كان إذا فقد الهدي يصوم ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع، حتى وإن فقد الهدي يحرم عليه صيام أيام التشريق، صيام الثلاثة أو صيام يوم واحد منها حرام. ولو فاقد الهدي، ولو فاقد الهدي حرام مطلقا. هذه ثلاثة أيام. ما هي أيام التشريق؟ يوم الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر من شهر ذي الحجة الحرام. نعم، للحديث فيها. نعم نعم. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لا يدخل الجنة إلا مؤمن. وأيامنا هي أيام التشريق، أيام أكل وشرب. ما أيام أكل وشرب، ما هو أيام صيام، أيام أكل وشرب. نعم نعم نعم. وسميت أيام التشريق أي لأن لياليها مشرقة كلها بالقمر. نعم، وقيل لأن الناس يشرقون اللحم، يذبحون نهار العيد يوم العاشر ويشرقون اللحم هكذا، يقددونه تشريق اللحم بعد ما يذبح. ما في ثلاجة، إيش يعملون؟ يملحونه ثم يعلقونه هكذا، يشرقونه حتى يبقى اللحم أيام بل شهور ما يتغير. إذا ملح
وعرض للهوى فصار الهوى يضربه من كل جانب. نعم. فالناس كانوا يجددون فيها الشرقة. الشرقة سميت أيام التشرق قيل لذلك. نعم. وقيل لأنهم يشرقونها 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 كذا ويمليحونها ثم يعلقونها هكذا حتى تضربها له تضربها الريح بعد التمليح. نعم. هذه سميت أيام التشرق. وما هي؟ الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر من شهر ذي الحجة الحرام. نعم. وليس أنا هذه الأيام أيام التشريق الثلاثة هذه خمسة. أرد يظن هل للحاج؟ لا ليس خاص حرمة أيام التشريق صيامها للحاج وغير الحاج مطلقا. يحرم صيامها على غير الحاج وعلى الحاج ولو فاقد الهدي كما تقدم معنا. ألا نعم. وأيضا يحرم صيام ويحرم صوم النصف الأخير من شعبان. يوم واحد والنصف الأخير من شعبان يحرم صومه. ألا قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا انتصف شعبان فلا تصوموا. خلاص حرام يحرم الصيام. ومنه يوم الشك يحرم صيامه أيضا. ما هو يوم الشك؟ يوم الثلاثين من شعبان إذا تحدث برؤية الهلال ولم يثبت عند حاكم أو عند قاضي. هذا هو يوم الشك. فكل يوم شك هو يوم الثلاثين وليس كل يوم ثلاثين هو يوم الشك. ليه؟ لأنها قيدنا يوم الثلاثين إذا تحدث برؤية الهلال أو شهد عند القاضي ولم تقبل شهادته أو شهد برؤية الهلال عاد الرواية لا عاد الشهادة. إذا تحدث برؤية الهلال لكن لم يثبت عند الحاكم أو عند القاضي فذاك يسمى يوم الشك. فكل يوم ثلاثين فكل يوم شك ولا بد أن يكون يوم الثلاثين وليس كل يوم ثلاثين هو يوم الشك. واضح واضح. نعم هذه حرام صيام النصف الأخير من رمضان ويوم الشك إلا كجولي إلا لنذر أو قضاء أو كفارة أو ورد. استثنى هنا. إذا كان نذر قال إذا قدم ابني من السفر سالما فلله علي أن أصوم اليوم الذي بعد قدومه فقدم ابنه فصادف أنه في نصف الأخير من شعبان يصوم ذلك بل يجب عليه صيامه لا يحرم عليه إلا لنذر. هلا إذا وجد من هذه الأسباب واحد ما يحرم صيام نصف الأخير ولا يوم الشك. ما هي هذه الأسباب؟ النذر. أرى النذر إذا استقر في ذمتي واجب عليه. أما قال لله علي أن أصوم يوم الشك هذا النذر ما ينعقد أصلا. لله علي أن أصوم يوم من النصف الأخير من شعبان هذا ما ينعقد أصلا. أرى لكن نذر أصوم يوم قدوم ابنه من السفر فصادف قدوم ابنه من السفر فنذر أنه يصوم اليوم الذي يليه وأنا صادف أنه في نصف الأخير أو في يوم الشك صامه ألا ولا يحرم بل يجب عليه صيامه. فهم ألا. أما إذا أنت الآن في نصف الأخير من شعبان فقلت لله علي أن أصوم غدا لله علي أن أصوم غدا لله تعالى لله علي نذرت نقول لك نذرك ما ينعقد أصلا. أنت تعرف أنه غدا في النصف الأخير من شعبان أنت عالم بأنه غدا من النصف الأخير من شعبان ما ينعقد النذر ما ينعقد أصلا لا ينعقد النذر. نعم إذا كنت ما تعرف أنه غدا من النصف الأخير من شعبان فحينئذ ينعقد نذره. نعم هذه المسألة الأولى. المسألة الثانية أو قضاء في النصف الأخير من شعبان تذكر نعاد عليه يوم أو يومين أو ثلاثة من رمضان نعم يقول الصوم نعم
يصوم، أو كان من عادته يصوم الاثنين والخميس فصام الاثنين والخميس والنصف الأخير من شعبان، ما في شيء، لأن هذا من عادته أنه يصوم، فقضى صيام فرض أو قضى صيام نفل، فاتوا صيام ما فاتوا صيام عاشوراء، فاتوا صيام بيقضي لا بس ما في شيء، حتى ولو هلا نعم. يعني قضاء النفلة نحن اعتقد معنا أن المتنفل أمير نفسه، صح؟ أمير نفسه، أمير نفسه، فإن شاء أتم وإن شاء أفطر صيام نفل، لكن يكره إذا كان غير عذر نجيب سعد بعد. لو مثال قال صام اليوم في صيام نفل لله تعالى، عرف صام لا ينفع وأفسد ذلك الصوم، هلا جائز أنه صيام نفل صح، لكن إن قلنا مكروه إن كان بغير عذر وبلا كراهة إذا كان بعذر صح، هذا أبدأ ها، هذا الصوم الذي أفسدته سنة قضاءه، سنة أن تقضيه. فلهذا إذا صادف في ذلك بيقضي يوم من صيام فرض أو في نصف الأخير من شعبان أو يوم شك ذاك جائز نعم، أو كفارة إلا لنذر أو قضاء أو كفارة أو ورد، هذا بيصوم كفارة فلا يحرم في النصف الأخير من شعبان، سواء كفارة ظهار كفارة يمين نعم، لا يحرم صيام النصف الأخير من شعبان ولا صيام يوم شك، ليش؟ لأنها ينبغي للإنسان أن يسارع في براءة ذمته مما عليه من الواجب، وصيام الكفارة واجب، أو ورد إذا كان له ورد من صيام نفل قد اعتاده، اعتاد مثال من عادته أنه يصوم يوم ويفطر يوم، يصوم يوم ويفطر يوم، من عادته يصوم الاثنين ويصوم الخميس، فوافق أي تلك العادة النصف الأخير من شعبان أو وافق يوم الشك، فحينئذ يجوز له، فالصيام النصف الأخير من شعبان ويوم الشك يحرم صومه إلا لنذر أو قضاء أو كفارة أو ورد أو ورد نعم نعم. فلا تقدموا رمضان بصوم يوم ولا يومين إلا رجلا كان يصوم صوما فليصومه، إذا كان من عادته، من عادته يصوم الاثنين والخميس، من عادته يصوم يوم افطر يوم، إذا كان من عادته، وتثبت العادة بمرة على الأصح، العادة حتى مرة ما هو لازم تتكرر له، قيل بثلاثة له والعادة مرة واحدة تثبت العادة هذا. فلو مثال صام الاثنين الذي قبل النصف الثاني في النصف الأول ثم أراد يصوم الاثنين من النصف الثاني، هذا عادة ولو مرة واحدة تثبت العادة بمرة، فله إذا صام الاثنين من النصف الأول له أن يصوم الاثنين من النصف الثاني، لأنه كما قلنا أن العادة تثبت بمرة هذا نعم. كذلك لا يحرم صيام النصف الأخير من شعبان إذا وصله بما قبله، صام يوم 15 16 واستمر، فإن أفطر يوم خلاص حرم عليه، استمر يعني صام اللي قبله 15 16 17 18 خلاص وصله بما قبله، أي وصله ولو بيوم من النصف الأول واستمر الصيام هذا ما يحرم عليه، عرفت؟ بخلاف لو صام 15 16 ثم أفطر 17 ثم أراد أن يصوم 18 يحرم عليه خلاص انقطع عنه، أما إذا وصل وصام 15 بعدين بيصوم 16 هذا يجوز له ذلك، لماذا؟ ليش؟ لأنه وصله بما قبله، إذا وصله بما قبله جاز له صيام النصف الأخير
من شعبان. لكن لو أفطر بعد أن وصل صام 15 و16 ثم أفطر 17 أراد أن يصوم 18 خلاص يحرم عليه. أما إذا واصل 17 18 19 جائز له ذلك. فإذا فطر ولو يوم واحد خلاص ما عاد يصح له لا الصيام بعد ذلك. واضح؟ نعم فهمت. فإذا من الصيام الأيام التي تحرم صيامها يوم لا النصف الأخير من شعبان، كذلك يوم الشك. ألا نعم يوم الشك كما قلنا ما هو يوم الشك؟ يوم 30 من شعبان إذا تحدث برؤية الهلال. يعني منين جاء هذا؟ قالوا نعم في شهادة عادل. قالوا عادل عادل رواية شهد أو شهد عادل شهادة لكن ما قبله القاضي. هذا يوم شك. واضح؟ من صام يوم شك فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم. النبي محمد صلى الله عليه وسلم يقول من صام يوم الشك فقد عصى أبا القاسم محمد صلى الله عليه وسلم. هلا نعم عرفنا يوم الشك ما هو؟ عرفنا ما هو؟ يوم 30 من شعبان إذا تحدث برؤية الهلال، يعني تحدث، يعني تحدث جماعة من الناس، ما هو واحد فقط لا، من جماعة من الناس، هلا تحدث برؤية الهلال لكنه ما ثبت عند القاضي، هلا نعم، بحيث يتولد من تحدث الجمع يعني شك في رؤية الهلال، نعم، ولم يعلم من رأى، من رأى؟ الله أعلم من حذرين، هلا. إذن يوم 30 من شعبان يعتبر يوم شك إذا تحدث برؤية الهلال ليلة 30 من شعبان ولم يشهد عند الحاكم أو شهد ورده القاضي أو شهد عدل الرواية، لأن بعدل الرواية كما قلنا ما يثبت الشهر. نعم نعم أو أخبر بالرؤية عدد ترد شهادتهم، قالوا جماعة من الصبيان أو النساء أو العبيد أو الفسقة، هذولا ما فيهم شروط، ما فيهم شرط له عدل الشهادة. هلا قالوا جمع هلا عدد من هؤلاء، قال نحن رأينا الهلال صبيان فيشهدوا عند القاضي ما بيقبل شهادتهم، جماعة عبيد جمع هلا ما بيقبل شهادتهم من القاضي، جماعة من النساء ما بيقبل، جماعة من الفسقة ما بيقبل شهادتهم من القاضي. أخبر بذلك واحد، قال إيش أنا أخبر بالرؤية عدد ما تقبل شهادتهم من القاضي كعدد من الفسقة أو الصبيان أو النساء أو العبيد، هذا يوم شك كذلك بشرط أن يظن صدقهم. إذا ظن صدقهم حينئذ هذا هو عدد، ليس المعنى عدد أنه كثير، لا، الشيخ ابن حجر قال يكفي حتى اثنان من النساء أو العبيد، هذا عدد، العدد ما زاد على الواحد، قال الشيخ ابن حجر هذا يعني عدد يعني كثيرة 100 ولا 200 لا نعم، لكن بشرط أن يظن صدقهم، هلا بشرط أن يظن أي يحتمل صدقهم. أما إذا كان خبرهم مقطوعا بكذبه فذاك هلا خلاص يرد ذلك وليس بيوم شك، هلا يعني يكون خبرهم محتمل للصدق ومحتمل للكذب على حد سواء، هذا لا يعتد به لا يكون يوم شك، بخلاف هلا إذا كان خبره مقطوعا بكذبه فليس يوم شك، هلا هو
أو نعم. فإذا أخبرك عدل ولو عدل رواية برؤية الهلال ووقع اعتقاد في قلبك أنه صادق يجب عليك الصيام غدا، هذا من الله. إن اثنين على جهة العموم كما شعبان 30 ورؤية الهلال، وهنا قد يجب على جهة الخصوص إذا رآها عند القاضي، إذا رآها من عاد الرواية وأخبرك ووقع في القلب صدقه، فحينئذ يجب عليك أن تبيت النية وأن تصوم. نعم. هلا. واضح؟ واضح؟ في سؤال؟ تفضل. في سؤال؟ هلا. فعرفنا إذن العدد هؤلاء ما يشترط، يقولون يكفي قال شيخ نجر ولو اثنين، يكفي اثنان من كل من كل من الصبيان أو من النساء أو من العبيد أو الفسقة، لكن بشرط أن يظن، أن يظن صدقهم، يعني أن يحتمل صدقهم، أما يكون خبرهم مقطوعا لا، أما إذا كان خبرهم مقطوعا بكذبه فليس فيه شك، هلا أخبر محتمل الصدق كذا، بخلاف إذا كان خبر مقطوعا بكذبه. نعم. فلا يكون يوم شك. نعم. هذا تفضل. يسأل ثم تكلم المصنف على شرط الوجوب، تقدم معنا في الفصل المتقدم شروط الصحة، صح؟ وفي هذا الفصل يتكلم المصنف على شرط الوجوب. نعم. فقال فصل، فيذكر في هذا الفصل شروط وجوب الصوم، وشرط وجوب الصوم رمضان العقل. كم شروط الوجوب؟ 6. الأول منها العقل، هذا لابد تجتمع كلها، لو نقص واحد ما يجب الصيام، ما يجب صيام رمضان إلا إذا اجتمعت هذه 6 شروط. الشرط الأول العقل، فالمجنون ما يجب عليه الصوم ولا يصح منه ولا يجب حتى عليه القضاء إذا أفاق. من هذا المجنون؟ الذي لم يتعدى بجنونه، أما هو شرب حبة ذهبت بعقله أو سبب، هذا يلزمه القضاء. هذا لو صام ما يصح صوم، نعم، لكن واجب عليه القضاء. أما إذا جن من غير تعدي فلا يجب عليه الأداء ولا يجب عليه القضاء، بل لا يصح منه الأداء. العقل هلا خرج بالعقل الوجوب. الشرط الثاني من شروط وجوب الصوم البلوغ، فلا يجب صيام رمضان على الصبي. نعم، سنة أن يقضي أيام التمييز، أيام التمييز سنة له قضاء سنوات أيام التمييز ما يصوم فيها، سنة له قضاءها في الأيام التي فاتته في أيام التمييز، أما ما قبل التمييز لا، ما يصح قضاءها. أما ما قبل التمييز لا. تمام، واضح؟ يعني قبل، أنا عادة لما بقضي أيام قبل التمييز ما يصح، لو بتقضي الأيام ما بعد التمييز سنة قضاها، ما هو جائز اللي يسن قضاها. نعم. الشرط الثالث من شروط وجوب الصوم والقدرة على الصوم، بمعنى الإطاقة، لابد أن يكون مطيق حسا وشرعا. من لا يطيق الصيام فلا يجب، أما إطاقة حسية
ليه؟ كبير في السن ما يجب عليه هذا، ولكن يجب عليه عن كل يوم مد، أو مرض مريض هذا ما عنده ما يجب عليه الصيام، لكن يجب عليه قضاء يوم فعدة من أيام أخر. أما إذا كان مريض مرضا لا يرجى بره، بأن قال الطبيب هذا المستمر ما بدأ، لا بد طول عمرك بتستخدم الدواء كل ساعتين كل ست ساعات، إذا ما بيمكن صيام يوم هذا. نعم، ما كلفك الشر أن تضر نفسك ولو بالصيام، ولو بالصيام هذا. لهذا قال الله سبحانه وتعالى وعلى الذين يطيقونه أيا لا يطيقونه فدية طعام مسكين. فعليك كل يوم مد على كبير السن، على المريض الذي مرضا لا يرجى بره عن كل يوم ابتداء لا بدلا على المعتمد هذا. وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. هذه ليست منسوخة الآية بل هي آية محكمة. نعم، كما تقدم معنا الشيخ الكبير كبير في السن ما يطيق، ايش يعمل؟ ها؟ يخرج عن كل يوم مد. اذا ما يصير مرأة كبيرة رجل كبير في السن عن كل يوم مسكين. نعم، فالذي لا يطيق الصوم لا يجب الصوم على الشرع، أو عدم الاستطاعة، عدم الإطاقة الشرعية، حائض أو نفسة، هي ما بخير في عافية نعم، لكنها حائض أو نفسة يحرم عليها الصيام كما قلنا. نعم، نقول هي، لكن هنا الإطاقة الشرعية غير موجودة، وإن كان وجدت الإطاقة الحسية. هلا قال النساء، قال النبي محمد النساء ناقصات عقل ودين. هذا كيف نقصان دين المرأة؟ هذا كيف نقصانها؟ قال أليس إذا حاضت لم تصلي ولم تصم؟ إذا حاضت كل شهر أسبوع ما تصلي أو أكثر، وأسبوع ما تصوم يعني أداء، وإن كان يجب عليها القضاء كما تقدم معنا عن سيدتنا عائشة، كنا نؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. هلم، فالنبي جاوب هنا كيف نقصان دينها؟ قال أليس إذا حاضت لم تصلي ولم تصم؟ هذا من شروط وجوب، لا من شروط صحة الصوم، من شروط وجوب الصوم صلى الله عليه وسلم. الإسلام كذلك من شروط الصحة ومن شروط الوجوب الإسلام، فلا يصح الصوم فيها ولا يجب على كافر الأصلي، يعني المراد بالكافر الأصلي لا أداء ولا قضاء، وإن قلنا أنه يأثم يوم القيامة يعذب على 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 الكفر، وزيادة على الكفر عذاب ترك الصيام، زيادة على الكفر عذاب ترك الصلاة، وهكذا. فمن هذا الذي ما يجب عليه الصوم الكافر، ما يجب عليه الكافر الأصلي، لا يجب عليه الأداء ولا يجب عليه لا القضاء. هذا خلاف المرتد، طعم حلاوة الإيمان وأسلم ثم بعد ذلك ارتد والعياذ بالله، معنى الردة خروج عن الإسلام بقول وفعل واعتقاد. هذا ارتد، فإذا عاد للإسلام وجب عليه قضاء تلك الصلوات التي فوتها في أيام ردة، وتلك الأيام التي أفطرها في أيام الردة. هذا متى يجب عليه؟ إذا عاد إلى الإسلام، ثم إذا مات خلاص. كذلك من شروط وجوب الصوم الصحة، المريض مرضا يبيح التيمم ما يجب عليه الصيام مثلا، وإن كان هو بيطيقه في المستقبل بعدين، وإن كان هذا أنا الإطاقة والصحة بينهما عموم وخصوص من وجه، فتجتمع الإطاقة والصحة في إنسان مريض مرض لا يرجى برؤه. مريض مرض لا يرجى برؤه. هناك عدم الصحة وعدم الإطاقة، واضح. نعم، وقد تنفرد الإطاقة مع وجود الصحة،
ها كبير في السن، حائض، صحة موجودة، الإطاقة ولا نعم، أو الصحة لكن الإطاقة موجودة لا، المريض المرض الذي يرجى بره عليه القضاء. ومنهم من عبر فقط بالصحة، ومنهم من عبر الإطاقة فقال هي نفس الإطاقة هي الصحة، وبعضهم فرق. كثير من المصنفين عبر بالإطاقة ولم يذكر الصحة، وعبر بالصحة لم يذكر، فقال هي هي، وبعضهم قال لا، بينهما عموم وخصوص من وجه، فقد يجتمعان في مسألة، وقد تنفرد الإطاقة في مسألة، وقد تنفرد الصحة في مسألة أخرى. ومن شروط وجوب الصوم الإقامة، فلا يجب على مسافر سفرا طويلا مباحا، يجوز له الفطر ويجوز له الصوم. هذا متى؟ هذا إذا سافر قبل طلوع الفجر، أي زوج السور أو جاوز العمران قبل طلوع الفجر. أما بعد صلى الفجر في بيته ثم أراد السفر يجب عليه تبية النية والصيام، ثم إذا تعب في السفر جاز له الإفطار حينئذ، ولا يجوز له الفطر ابتداء. هذا متى؟ إذا جاوز العمران أو جاوز السور قبل طلوع الفجر. نعم. فالمسافر وما الأفضل له، أي المسافر، أن يفطر أو أن يصوم إذا كان لا تلحقه، لا يلحقه تعب كما السفر بالطائرة مثال، ما في أي تعب، فالصيام أفضل، مسارعة لبراءة الذمة. وإذا كان لا في مشقة بيسافر بالبر تعب في ذلك أو ماشي، هنا الإفطار أفضل. وهنا يحمل حديث النبي محمد صلى الله عليه وسلم ليس من البر الصيام في السفر، هذا إذا لحقته مشقة، فالأفضل الإفطار. أما إذا لم تلحقه مشقة فالأفضل الصيام مسارعة في براءة الذمة، هلا كما قال الله سبحانه وتعالى ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام، ومن كان مريضا أي مرض يرجى برؤه، أو على سفر أي سفر طويل مباح، فعدة من أيام أخر، بخلاف إذا كان مريض مرض لا يرجى برؤه فإنه يجب عليه المد ابتداء لا بدلا عن الصيام. نعم. فإذا الحائض والنفاس يجب عليهما القضاء إذا طهرتا من حيضهما، المرتد يجب عليه القضاء لكن الكافر الأصلي ما يجب عليه، المسافر فعدة من أيام أخر إذا أقام في بلد أو رجع إلى بلده وجب عليه القضاء، المريض مرضا يرجى برؤه إذا شفاه الله بالعافية وجب عليه القضاء. نعم. خلاف لا، الصبي المجنون الذي لم يتعدى بجنونه لا يجب عليه القضاء، والصبي كما قلنا لا يجب عليه القضاء. نعم يندب له قضاء ما فاته أيام التمييز. تمام. ثم تعرض المصنف إلى مسألة وهي قد تقدمت معنا في باب الصلاة، قال ويؤمر به أي بالصيام الصبي إذا أطاق لسبعين، ويضرب على تركه لعشر، هذا يجوز ذلك، هذا يؤمر واجب على من؟ على الولي، من أب أو جد أو وصي أو قيم من جهة الحاكم، واجب نعم يجب على الولي، لكن بشرط أن هذا الصبي قد أطاق الصيام، أما عاد ضعيف أرد هو يطيق الصيام لا ما يجب، أرد ليس الواجب على الصبي، لا فهمت، عاد إنه واجب على الصبي، لا الصبي ما هو مكلف أصلا كيف نجب عليه، واجب على الولي، من وليه؟ والده، والدته، جده، الوصي، القيم من جهة الحاكم، هذا واجب عليه، إذا ترك الأمر يأثم، من؟ الصبي يأثم، لا الولي الذي يأثم، ليش أنت ما أقمت الواجب الذي عليك؟ أنا نعم.
فيؤمر الصبي بالصيام كما في الصلاة لسبع، لكن إن أطاق. أما إذا ما أطاق ماشي عليه. صبي سبع إن ميز في السبع، أما بلغ سبع سنين عاد بدون تمييز. فعرفنا طلب التمييز ما هو، يأكل وحده ويشرب وحده ويستنجي وحده. فيؤمر بالصلاة لسبع إن ميز، ويؤمر بالصيام لسبع إن ميز. أما إذا ما ميز ما يعتبر ذلك، هذا ما ميز فلا يجب أمره بالصيام ولا يجب أمره بالصلاة لأنه غير مميز. تقدم من شروط الوجوب من شروط له الصحة التمييز. هذا فهمت؟ فلا بد مروا أولادكم بالصلاة لسبع أي إن ميزوا، أي إن ميزوا بلغوا سبع لكن بلا تمييز. بس إن ميزوا مروهم بالصلاة واجب عليكم، إن ميزوا لتمام سبع سنين أي بتمامها دخول في الثامنة مروهم بالصيام. أما إن ميز قبل السبع ميز في الخمس في الست ما يجب. هلا هلا. فإذا إذا بلغ سبع سنين غير ميز لا يجب، أو ميز دون السبع ما يجب كذلك كما تقدم معنا. تمام واضح. ويضرب على تركه لعشر كما تقدم معنا في الصلاة كذلك في الحديث، يضرب على ترك العشر أي لتمام العشر، ويضرب على ترك الصيام لعشر أيضا. هذا يعني بعد تمام العشر عند الشيخ بن حجر والشيخ بن رملي حتى في الأثناء أي بدخول العاشرة. الشيخ بن حجر لا بعد تمام العاشر أي بدخولي في الحادي عشر يعني. نعم. فيشترط لوجوب الأمر على الولي والضرب على من؟ على الولي أيضا، بشرطه أن الصبي قد أطاق الصيام. هلا أما إذا ما أطاقه ما يجب على ذلك، لا يجب على الولي ولا يأثم الولي لعدم الأمر. ليه؟ لأن الصبي ما يطيق عادة. متى يجب عليه أن يأمر لسبع أو أن يضرب العشر؟ هلا أي لتمام العشر عند شبن أحجر أو بالشروع في العشر عند الرملي. متى؟ إن أطاق الصبي، فإن لم يطق هلا إن ميز وأطاق، وإن لم يميز أو لم يطق فلا يجب. تمام؟ واضح؟ ها؟ واضح؟ ها؟ في سؤال؟ يبدأ إيش؟ صيام يوم إفطار يوم، هذا صيام داود، أفضل الصيام صيام داود قال النبي محمد صلى الله عليه وسلم. كيف؟ بيبدأ بسم الله مولاي إلا إذا كان له عادة تقدمت على النصف الأخير، حتى ولا بيصبر لا يصبر من شوال أحسن. سؤال الآن بأتكلم على مسألة أخرى وهي متى يجوز الفطر في رمضان. هلا لأنه لا يجوز الإفطار في رمضان حرام، ولا يجوز إفساد أي صيام واجب سواء قضاء عن رمضان سواء كفارة سواء نذر. إبطال الصيام حرام كما قطع الصلاة الفريضة حرام، سواء صلاة مكتوبة أو قضاء أو منذورة قطع حرام صح. نعم. يتكلم المصنف على هذه المسألة فقال
ويجب أو يجوز ويجوز الفطر في رمضان أو فطر في صيام نذر أو كفارة أو قضاء عن رمضان للمسافر سفرا طويلا مباحا هلا أو على سفر فعدة من أيام أخر كما تقدمت الآية ومن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام بس مسافر أي سفر قال بشرط سفر طويل القيد الثاني أن يكون مباح القيد الثالث إذا سافر قبله قبل طلوع الفجر أما طلع الفجر عليه في بلده ثم بيسافر بيروح المطار بعد صلاة الصبح واجب عليه تبييت النية وصيام ذلك اليوم ثم إذا حصلت له مشقة وتعب حينئذ يجوز له الإفطار هل خرج بالسفر الطويل السفر القصير صح وإن السفر الطويل كم كيلو 85 كيلو وقيلة 80 خرج بالسفر الطويل السفر القصير وهو ما دون الطويل هلا مصطفانا طويلا مباحا ايش خريب المباح سفر الحرام هلا سفر حرام سافر لقطع طريق سافر للمعصية والعياذ بالله اي انشاء سفر قطع المعصية نعم نعم واضح واضح اذا قلنا اذا سفر طويل مباح اذا جاوز العمران او السور قبل طلوع الفجر اما بعد الفجر لا إذا يجب عليه أول تبية النية إذا سافر على الفجر يجب عليه تبية النية والصيام ثم إذا حصلت له مشقة كما إنسان العمال هؤلاء فيشتغل في الصباح ويجب عليه تبية النية ثم بعد ذلك يصوم إذا حصلت له مشقة في العمل جاز له الفطر وإلا فلا نعم كذلك من الحالات التي يجوز فيها الفطر وللمريض إذا خاف الضرر على نفسه ألا محخاف إذا محذور من محذورات التيمم ألا خاف لا هذا المريض محذورا من محذورات التيمم تقدمت معنا في باب التيمم صح ألا خاف عضو أو منفعة عضو ولكن نفس أو حدث شيء الفاحش في عضو ظاهر أو بطء البر نعم وقيلة هو الذي تحصل به مشقة شديدة وبينهما تقارب وللحامل والمرضع امرأة حامل في بطنها جنين أو مرضع قد ولدت والآن هي ترضع لو صامت بينقص اللبن أو بيصير مر اللبن سواء كانت ترضع متبرعة ابنها أو متبرعة ترضع غير ابنها أو مستأجرة للإرضاع عند الناس جاز لها الفطر للحامل متى للحامل والمرضع الفطر إذا خافتا على أنفسهما إذا صامتا بيحصل لهما ضرر بالصوم مثل ذلك الضرر الذي يحصل للمريض أو ما خافت على أنفسهما لكن خافتا أي الحامل والمرضع على لا على الولد خافت أنا ما هي خافت لكنها قالت الحامل إذا ما أفطرت بيسقط الجنين سقط بيصير أو المرضعة قالت إذا ما أفطرت إذا صمت بيقل اللبن يمكن يتضرر الولد هلا يتضرر بما يتضرر بمبيح التيمم فحينئذ يجوز للحامل وللمرضع الإفطار فلهذا يقول النبي محمد صلى الله عليه وسلم إن الله سبحانه وتعالى وضع عن المسافر الصوم وشطر الصلاة يعني يصلي الأربع ركعتين صح شطر الصلاة وعن الحامل أو المرضع الصوم
ألا نعم نعم لها أن الحان بالشرط المتقدم لها بعد مسألة الفدية مسألة ثانية هذه إذا فترتا خوفا على أنفسهما أو أنفسهما مع الولد فالقضاء دون الفدية أو على الولد فقط فالقضاء والفدية مسألة ثانية وجوب الفدية هذه القضاء مع الفدية متى افترتا خوفا على الجنين أو الرضيع أما إذا خافتا على أنفسهما فقط أو أنفسهما مع الولد فالقضاء فقط دون الفدية تمام ولمنقذ حيوان مشرف على الهلاك كذلك يدخل في ذلك هذا حيوان مشرف على الهلاك الهلاك ما هو قيد المقصود يعني وجود الخوف من حصول معذور من معذورات التيمم او مبيح التيمم الهلاك ليس بقيد ما خاف على مشرف على الهلاك او خاف على منفعه عضو او تلف عضو كان هذا الحيوان بيموت بيغرق في السيل او بياخذه صائل قلت ما بانك ممكن ان حنخلصه من الماء الا اذا افطر ثم بيتمكن من السباحه لا بس في انقاذ انسان غريق بيفطر ثم بينقذه او ادمي غريق أو حيوان محترم غير الآدمي. قال إذا أفطر بيستطيع ينقذه، يفطر ذلك. نعم. وهل تجب الفدية أم لا؟ على التفصيل المتقدم. إذا كان خوفا على نفسه فقط أو مع نفسه مع غيره فالقضاء فقط أو على الغير فقط فالقضاء والفدية. وهؤلاء كلهم من تقدم معنا ويقضون كلهم. يجب على من أفطر في رمضان بعذر من الأعذار المتقدمة القضاء قضاء ما فاته نعم قضاء ما فاته واجب نعم ثم بيتكلم على مسألة تقدمت معنا أيضا في السفينة هناك وهي يجب مع القضاء لكل يوم مد أن مسألة ما يلزم بسبب القضاء والفدية هذا مفروض يكون فاصل آخر هذا يكون فصل آخر هذا لكن أدرجه هنا في هذا الفصل فإذا ننهي الكلام عليه ما دام ذكر المصنف في هذا الفصل فذكرنا أقسام الإفطار باعتبار ما يلزم بسبب قال ذكر لنا هنا المصنف أربع أقسام منها قسم يجب فيه القضاء والفدية وما هو قال ويجب مع القضاء لكل يوم مد القضاء والفدية على أصل منهم هؤلاء التي يجب عليهم القضاء والفدية على من أفطر لإنقاذ حيوان لإنقاذ حيوان خوفا على غيره أفطر لإنقاذ ذلك الحيوان نعم أما إذا كان ما هو حيوان إلا مال جوال موبايل ما هو حيوان هذا نعم هذا هو فيجب فيه القضاء فدية مع إذا كان يجب القضاء مع القضاء كل يوم مد ألا مد كحيوان نعم نعم ومثل بقية الأموال كما تقدم ألا الشيخ بن حجر قال لا إذا كان المال الذي أفطر لإنقاذه له فالقضاء فقط وإذا كان لغيره فالقضاء والفدية لأن الفطر ارتفق به شخصان لإنقاذ محترم مشرف على الهلاك محترم قيد الأول مشرف على الهلاك سواء كان آدميا أو حيوان غير آدمي سواء كان ذلك الحيوان له ملكه له أو ملك لغيره وعلى الحامل والمرضع إذا أفطرت خوفا على الولد فقط عليهم القضاء والفدية
أما إذا افترضا خوفا على أنفسهما فقط أو على أنفسهما مع الولد فالقضاء دون الفدية كما تقدم معنا. واضح؟ هلا واضح. وعلى من أخر القضاء، يعني عليه قضاء رمضان، جاء رمضان ثاني وعاد ما قضى الذي عليه من رمضان الأول إلى رمضان آخر بغير عذر، هلا تمكن من القضاء. هو أفطر لأنه مريض، تمكن شفاه الله بالعافية وما قضى، تمكن من القضاء فيجب عليه مع القضاء مدعا كل يوم. هلا. أما إذا استمر به المرض من رمضان إلى رمضان فيجب عليه القضاء فقط، ما يجب عليه الفدية. أو استمر السفر من رمضان إلى رمضان كذلك إذا دام عذره فيجب القضاء فقط. هلا. إذا جاء رمضان حتى جاء وعلي قضاء رمضان الماضي، نقول أول صم رمضان هذا ثم أقضي ما عليك من رمضان الماضي، وليس عليك فدية لأن العذر استمر بك، خلاف إذا تمكنت من القضاء ولم تقضي ثم جاءك المرض مرة أخرى حتى جاء رمضان آخر فحينئذ يجب عليك القضاء مع الفدية. أما إذا استمر به المرض ما أقدر أسأل فيجب عليك القضاء دون الفدية. هلا تمام. وهل تتكرر الفدية وتكرر السنين؟ نعم، إذا أنا سنتين ما صام عليه، ما صام رمضان عليه سنة مد بطيقة، جاء سنة ثانية عاد ما صام عليه صيام يوم ومدين، ثلاث سنين ثلاثة أمداد وهكذا. فالصيام لا يتعدد لكن المد يتعدد بتكرر السنين. هلا تمام واضح. وكم قدر الفدية قلنا؟ مد بس عن كل يوم. وما هو المد؟ من غالب قوت البلد كما تقدم معنا في الفطر هنا، يصرف إلى من؟ إلى واحد من فقراء أو مساكين، إما تعطيه فقير أو تعطيه مسكين. هلا. ويجوز تعطي مد واحد لاثنين بتقسمه بين هذا وبين هذا، بين زيد وبين عمرو مد واحد. لا هلا نعم، بخلاف بتعطي مدين أو ثلاثة لمسكين واحد أو فقير واحد، جائز ذلك. هلا. بخلاف كفارة الجماع ستين مد، إذا عجز عن الاعتاق وسلم شانه تتابعين أطعم ستين مسكين، لا أبو ستين مسكين، فلو أعطاه ثلاثين مسكين لكل مسكين مدين ما يكفي هذا، لا أبو ستين مد ولا أبو ستين مسكين. وهناك نوع من الإفطار يلزم القضاء ولكن ما تلزم الفدية. ألا نعم، إذا كان مسافر سفرا طويلا مباح نفطر، مريض مرضا يرجى بره هذا يجب عليه القضاء، أنا بعيد أيام أخر ولا تجب عليه الفدية. من أفطر عامدا أثم وإثم من الكبائر لكن يجب عليه القضاء فقط دون الفدية، بخلاف إذا كان الإفطار بجمع فعليها خمس أمور كما تقدم معنا. أفطرت الحامل المرضع خافتا وقوع ضرر عليهما وجب عليهما القضاء فقط دون الفدية، بخلاف إلى على الولد فقط فالقضاء والفدية كما تقدم معنا. أو أفطرتا على أنفسهما وعلى الولد فالقضاء فقط دون الفدية. هلا نعم. وهناك أسباب تلزم الفدية ولا يجب القضاء، ما مثاله كما تقدم معنا؟ الشيخ الكبير كبير السن ما يقدر، بلغ كبر السن يخرج عن كل يوم مد، ما يستطيع الصيام هلا لأن كل وقته ما يستطيع الصيام، أو مرض زمن بيعاها مستديمة، أو مرض لا يرجى بره، قال الطبيب هذا لابد يستخدم الدواء كل ست ساعات ما بيستطيع صيامه عمره كله على هكذا، لا بأس هلا إذا قال أهل الخبرة من أهل المعرفة من أهل الطب، فذاك يخرج عن كل يوم مد ولا يصوم. إذا لحقته بالصوم مشقة شديدة لا تحتمل عادة أو مشقات أو يخشى منها محذور من محذورات التيمم. هلا. وهناك قسم في الإفطار لا يجب لا فدية ولا قضاء ولا مد، لا مد ولا قضاء. إذا أفطر المجنون أطرى عليه الجنون لا يجب عليه فدية ولا يجب عليه القضاء. هلا. لكن من هذا قلنا الذي لم يتعدى بالجنون، أما إذا تعدى بالجنون هذا تغليظ عليه يلزمه القضاء. كذلك الصبي هلا ما يجب عليه القضاء لكن يندب قضاء ما بعد التمييز لا ما قبله،
كذلك الكافر الأصل إذا أسلم ما يجب عليها ما يجب عليها القضاء ولا تجب عليه الفدية، بخلاف المرتد كما تقدم معنا إذا عاد وجب عليه القضاء، فإن أخر سنوات فيجب عليه وتجب عليه الفدية أيضا إذا كان تكررت السنين عليه. ثم قال ومن أفطر بغير عذر وجب عليه القضاء على الفور مسارعة لرواة الذمة. أنت أفطرت يوم من رمضان عامدا عالما مختارا تعلم أنه حرام وجب عليه القضاء على الفور، ألا تو بعد يوم العيد بعد عيد الفطر تو تباشر بالقضاء فورا، وإلا تأثم إذا مضى عليك ما عجلت بالقضاء. ألا من أفطر في نهار رمضان عمدا وجب عليه ولا الإمساك بقية رمضان بقية اليوم، والإمساك عبادة خاصة بصيام رمضان الأداء. ألا نعم. وهل تجب عليه الكفارة لو أفطر بغير عذر؟ نقول يأثم من الكبائر لكن ماشي عليه الكفارة، إلا إن أفطره بالجماع فتجب عليه له، يجب عليه الإمساك، يجب عليه القضاء، يجب والإثم والكفارة العظمى والتعزير، هذا يجب عليه. أفطر عمدا عامدا عالما في نهار رمضان كما تقدم معنا في الدرس الماضي. أما إذا أفطر بعذر أفطر بعذر بسبب السفر بسبب مرض يجب عليه القضاء نعم، لكن لا على الفور. الفور سنة، أن يبادر بالقضاء سنة، مسارعة لبراءة الذمة. لماذا لماذا ليش لأنه أفطر بعذر، بخلاف الأول وجبنا على القضاء فورا أفطر بغير عذر. أرد كذلك المرتد والعياذ بالله إذا ارتد ثم عاد الإسلام وجب عليه القضاء على الفور. أرى إذا ترك النية عمدا بالليل ما بيتها وجب عليه القضاء فورا بعد يوم العيد على طول يقضي. أرى نعم. كذلك إذا قضاء يوم الشك إذا تبين كونه من رمضان كذلك يجب عليه قضاء فورا على المعتمد. فهمت؟ مثال عليه 5 أيام من رمضان الماضي وباقي 5 أيام بيدخل رمضان الثاني، باقي 5 أيام نقول وجب القضاء على الفور، لأنك لو أخرت يوم بيأتي رمضان آخر. عليه 5 أيام من رمضان الماضي وباقي من رمضان الآتي 5 أيام، وجب هذه 5 أيام أن تصوم على الفور ولا يجوز تأخيرها. واضح؟ واضح؟ تفضل. ايش؟ الشيخ بن حجر عنده إذا كان المال له فالقضاء دون الفدية، المال له، أما إذا كان المال لغيره ارتفق به شخصان فالقضاء والفدية. أرد واضح؟ في سؤال؟ هذا حاصل مثلا لو حتى لحظة واحدة الجنون دخل في من الفجر الغروب في جنون في لحظة واحدة ما وجب عليه صيام ذلك اليوم ولا وجب عليه القضاء. فهم؟ نعم. تفضل. والله صلاة الله عشان كل ظهر فرج من صلاة البيت أجمعين فرجنا ذات ولا حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة.